السلام عليكم، فيديو جديد وهذه المرة في حصيلة الأخبار الشهرية، حيث ستعرض مثل هذه الحلقة من الآن وصاعدا بحول الله كل أول يوم من كل شهر، وسألخص فيها أهم أخبار المسلسلات والممثلين التي وقعت آخر شهر. وقبل أن نبدأ أدعوكم للاشتراك في قناة ثانية الجديدة والمختصة في روايات وقصص عالمية من تقديمي، وأيضا إذا أردت متابعة أخبار المسلسلات كل يوم سبت، كل ما عليك هو زيارة مدونة رموز الدراما التركية، ورابط القناة الجديدة والمدونة سأتركها لكم في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو. بهذا فلنبدأ. رسميا تلقى ساريتاش وعائشة توران أبطال مسلسل أريزا لقناة شو تي في ونوعه أكشن رومانسي لشركة الإنتاج أو 3 ميديا، وموعد التصوير سيبدأ شهر يوليو القادم. إخراج راجاي كاراغوز من أعماله عروسة إسطنبول، وكتابة أوزان أكسونغور من أعماله كاتب مساعد في مسلسل الحفرة وكاتب مساعد في مسلسل وادي ذئاب. رسمياً تشاتاي أولوسوي يعود بمسلسل جديد من شركة الإنتاج إياس فيلم، سيعرض على قناة تي آر تي بعنوان بارباروس. يقال سيكون لموسم واحد فقط والتصوير سيبدأ بعد شهرين من الآن، وتشاتاي أولوسوي يتبع نظاماً غذائياً كثيف ليكون شكله ملائم مع شخصية بارباروس قائد أسطول البحار الشهير. هذا المسلسل سيكون الإنتاج الأكبر تكلفة لشركة الإنتاج إياس فيلم. مسلسل جديد على النت بعنوان الحب لم يكتمل سيكون أول مسلسل تركي عن السحر الواقعي في تركيا، من بطولة بوراك دينيز وديلان دينيز، إخراج أمود تورغاي وسيناريو أدهم أوزيشيك لشركة الإنتاج تايمز. التصوير سيبدأ في شهر يونيو الجاري، العرض على منصة بلو تي في وصدوره لم يتحدد بعد. وقصة المسلسل ستكون عن أوزان الصحفي الذي مات وعاد إلى الحياة بجسد جديد ومفاجئ، وديلان دينيز ستجسد دور الصحفية إليف. أوزان بعد أن عاد أصبح لديه تحديين، الأول اكتشاف من قتله والآخر هو إخبار إليف بكل شيء. رسميا كارن بورسين وهاندا إيرتشيل بطلي مسلسل لقد التقينا حديثا والذي سيبدأ قريبا، تتمحور قصة المسلسل حول إيدا التي تربط كل آمالها بتعليمها، تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج. فيقوم سيركان بتقديم عرض لإيدا، حيث إذا مثلت أنها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية. بالرغم من كره إيدا لهذا الرجل، يجب أن تقبل العرض لتغير الظروف الحالية. أيضا من المسلسلات الصيفية التي ستعرض قريبا مسلسل السيد الخطأ من بطولة جان يامان وأوزغي غوريل. وقصة المسلسل حول أوزغور، هو صاحب بار وذو روح حرة ومرحة، ستتقاطع طرقه مع إيزغي وهي شابة جميلة وبسيطة لم تضحك أبدا من جانب الرجال في حياتها. سيبدأ المسلسل بداية من الشهر الجاري يونيو. مسلسل الاحترام من بطولة نجاة إشلار، ميراي دانير وبوران كوزوم سيبدأ تصويره هذا الشهر يونيو، وسيصدر في منصة بلو تي في في الموسم الجديد مكون من 8 حلقات. شركة القمر تبدأ استعداداتها لأول مسلسل جديد لها للموسم القادم، وهو مقتبس من المسلسل الفرنسي اتصل بوكيل أعمالي، حيث بدأت الشركة العمل على اختيار الكاست. أخبار لم تؤكد بعد بأن هازال كايا هي بطلة مسلسل فتاة النافذة من إنتاج شركة أوجي ميديا، والممثل ميتين أكدولجير مرشح لبطولة المسلسل بجانب هازال. وتدور قصة المسلسل حول فتاة اسمها لانا، تعيش هذه الفتاة في اسطنبول ولا تحب الخروج من منزلها، لكن هذه الفتاة لديها هوس في مراقبة جيرانها، وأثناء ذلك ستشاهد جريمة قتل بشعة ستقلب حياتها رأسا على عقب. بشكل رسمي حلقة جديدة من مسلسل نجمة الشمال هذا اليوم السبت 6 يونيو، والحلقة 37 من مسلسل إسطنبول الظالمة ستعرض يوم 8 يونيو الجاري. الموسم 14 من مسلسل الأزقة الخلفية سينتهي عند الحلقة 556 التي ستعرض يوم 12 يونيو، وسيعود بموسم جديد في شهر سبتمبر المقبل.
الحلقة القادمة من مسلسل ابنة السفير ستعرض يوم 15 يونيو، وسيستكمل التصوير حتى نهاية شهر أغسطس إذا كانت الأمور على ما يرام. طاقم عمل مسلسل العنقاء من المقرر أنه سيعود إلى التصوير نهاية هذا الشهر يونيو، وستستمر أعمال السيناريو ويتم إجراء الاستعدادات الأولية للتصوير ضد مخاطر الفيروس في بيئة صحية أكثر. طاقم عمل مسلسل السلطان عبد الحميد يعود إلى التصوير مجددا، حيث ستعرض 3 حلقات وسينتهي الموسم، وسيعود بموسم جديد في الموسم القادم. طاقم عمل مسلسل المنزل الذي ولدت فيه قرر تصوير 4 حلقات على الأقل بدلا من تصوير حلقة أو حلقتين لنهاية الموسم، وتأجل تصوير الحلقات 4 لنهاية شهر يونيو الجاري. طاقم عمل مسلسل حكيم أغلو سيعودون للتصوير مجددا في شهر يوليو القادم. مسلسل رامو سيعود للعرض مجددا في منتصف الصيف، وانفصل غوركام سيفيندك عن المسلسل والذي يجسد شخصية بوز، وانفصاله كان بقراره الشخصي. المسلسل الصيفي الجديد يا أسفي على شبابي سيبدأ عرضه يوم 2 15 يونيو. تصوير مسلسل حياة جديدة من بطولة سيركان تشايوغلو ومن ليسا أصلي باموك سيبدأ في شهر يوليو القادم، وسيكون على جدول الأعمال لشهر أغسطس. قامت كانال دي بتوقيع اتفاقية مع موقع أمازون برايم العالمي لعرض المسلسلات التركية على الموقع، ومن ضمن المسلسلات التي ستعرض العشق الممنوع، ما ذنب فاطمة، بويراس كريال، على مر الزمان، بنات الشمس، الشمال والجنوب، وبقية مسلسل القناة. هالوك بالجنير ينسحب من بطولة فيلم رحلة السيد سليم للمخرج تشاغان إيرماك، وتم الاتفاق مع أوغوريو جال لبطولة الفيلم بدلا عنه بجانب فرح زينب عبد الله بدور أب وابنته. السيد ألباي جولتيكين موسيقار المسلسلات التركية الشهير، والذي لحن موسيقى العديد من الأعمال مثل بويراس كرايال، قيامة أرطغرل، المؤسس عثمان، حبل الإيجار، والعديد من الأعمال. توفي في الشهر السابق مايو بعد معاناة بورم في الدماغ. توفي الممثل أمود ديميردلين بعد معاناة مع مرض في رئته في الشهر السابق مايو. سينام كوبال وكينان إميرزالي أغلو ينتظران مولودهما الأول، حيث تبين أن جنس المولود هي أنثى، وسينام في شهرها الرابع من الحمل. انفصال الممثلة توبا بويوكوستون ورجل الأعمال أمود إيفرجين بعد 3 سنوات من علاقتهما. ومع آخر انضمامات الممثلين لمسلسل المؤسس عثمان انضمت الممثلة باتشيم جريم بوزوغلو، وأيضا لمسلسل المؤسس عثمان انضم كل من سيزجين إردامير، تشاكان تشولوها، وألتيغان غوميش.